بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي كابال مري سبحانه وتعالى شرح كلمة قيمها بدن لا ينسو تشيدي انتهى كدي وحين وجود بدونا سؤاله ددوينه نغسو غاري ان شيخ ويدين سؤال شكوى شيخ وحولي هي وحد كورنتا وحانا هي روح دبرك كتشبن قاس درحنا وان لي هي وقف عن سومي كرينا وانا هي مركها محايا لا يا وليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قفك حنوسنا يا محنون كي سهل نغضو تشبنين وتشبي أما حنونك لو هيا إلهي سبحانه وتعالى وحي الرخصي مره دي حنونك يا صام كوانا اسقبنا هين وهدي وصام حنونك وسيكر لايو أما بوكسو شدي سباي دي بودعيس أما مشاق كده دي عليس دادكا صوما كاي صومكا كلا كلمان دياراتكا وكلا كلمان يصومكا وحي الله الرخصي يقف كاسين وأفره. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قفك حنوصنا يا أما وسي سعدالكا وحا الرخصي اللو سيي إنو إسكا أفره ودباتنا مالمها سيبش الربضان كميدا وأفري وقال يو مالمكا لي وبش الربضان مركاي بحداها inu soomo mararka qaar koodna qofka waajib baaba ay ku noqon kartaa inuu afuro ruqsanimada way dhaafi kartaa ruqsa waajib bay noqon kartaa wa hadii qofku u dhimanayo hadii uu soomo ama kadeed culisba uu ka soo gaarayo soomka aanu qaadi karin nabigeenu kaleey salaatu wasalaam isagoo safar ku jira wuxuu arkay zihaman wa rajulan qad dhullila alayh ma lagu buuqsan yahay iyo nin loo hareeyo dalaalimo loo sameeyay نبي عليه الصلاة والسلام مركو دوا محي وحلقو دوا قف صومان ودواتنا صومكي انتو حجي واي مير دور صومي وحو رسول كود عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر خير كمد ماها صوم كالنوع عاص يقف كحالة دا قارسين ايا سفر ايادو قفك وكوشيرو وصومو مركا مبنى نويا معنى هيدو الصوم كا قف كحالة دا قارسين ايا ما سفر هنقضو أميد حنوصنا يا هنقضو وحواجب كنا قونا إيسا إنو الرخصة دقاتو مرها دي حنونكو وياهاي ميلا الرجيني يا إلا قبك سدو وشبنينكو ميلا الرجيني يقفك إنو ككبمو سيدا سوكالا قاس تريقو ميلا الرجيني يقفك إنو كبك سدو هدانو هاين ميدا يكدديريين دخاتيرتو دخاتيرت الوكل سويا إلاهدين قفك أسي إنو كسي درمو يان الرجالك مقبو إنو كسو رأيو وحاي نقنسا إنو أفورو دمتنا وقلليو هديو يهي كال ليدي رجلقا مقابو إنو كسور رأي إنو كسي درمو ياني وأفورو يوحانو بحينا يا فيديو إطعام مسكين مالي والبا إنو مسكين قودية والله أعلم. بارك الله فيك وشساك الله خير. سواشنا الشيخ وحاولي يهي وحاد كورهن تهديان كالقرن وآيو لبدي إيران وانكشك ساني مكيه هرا مسوا كيد ضمبي تبينا سحورتي اسقعونو وحق الله ميو كوركي يساري قفكو هديو كشكيو إنو هبينك دماضي وواقي وبريي أصل كو حوية إنو هبينك ولي باقيه ويا هبين با مركو هوري لغو تشري يقين له بابي تاسيهي قاعدة الشرعي جينا وحي ترادة اليقين لا يزول بالشك يقين تا إيا وحا الله با شكي كمسوله وحي هدهو بتيها ديات كشكيو شكي غا حوكس وقادميس واحد هبتين ويسقبتي واحد كشكدين ويساسي جبتي شكي قاوح بكسو قادي ميسي واحد حكم ككدر يرنسا ولي إناد ويسقبتو هبين بعد كتيرتي رمضان وحلالة يكوتهاي إناد عمتو ودعبتو واحد قفك الصومان حاران تكاعد سميسو واحد كشكي دي هبين كاسي إنو بحي شكي قاوح بكسو قادي ميسي واد اسكعون إيسا واد عبيسا إلا أد يقين سريسي إنو واقي بريي إلهي سبحانه وتعالى أرنتا قرآن كواكو إشاري أما واكو تلمامي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلا يحرعونا وعبا إلا عدانك مالنت يمدوك هبينكو أيدينك لسوع ميان معنا واقو إنو عدادي أدي يقين سنسا واقو إنو بريي يقينك تيناي نقونا إسا بلا شكيه كذب مركواجا نوع عسى وبريو
صومك بلابو إلا هبين نمذا صومك وضع إلا قبل كو دعاي مركا هيدا قرآن كوحي تلمانتي إلا واقع إنو بريئي كو عداني صوه وبال أكتاد هينو قونيسو إنا دسكعوني كارتو ودسكع عبي كارتو وانا سيداي كفهمين أصحاب رسول الله صحابي قلو رانتيري عبد الله بن عباس رضي الله عنه نيل أكتي سفرنيا أيا لويديي مسألة دانو كالي وننبا وحو كويري واحد كور أن تهدان كشكي واقع إنو بريئي وحوري إسكعون إلا أدقاري سو وقت قاعد شكيدي مركز شكيدنا تشوشي عبد الله بن عباس رضي الله عنه حقوق خلافه وحوري لا كل ما شككت حتى لا تشك انت تكشكي سنتهي إنو هبين كلمة هذي واقع إنو بريئي إسكعون إلا أدقاري سو هير آنا تشكين ونقونا يصمد هوبا واقع إنو بريئي مركا أدو كشكيسان واقي إنو بريي هدي أد صحورتي وادسك ودرسا صوم كاقا حتى هدي مركا دنباي عداتو وقت قاد وحوني سي إنو واقو بريسانا مر هدد أدوغو إصلاحيد ولي واهبين واقا بريي سيناد كشكيسانايد وحا أدوغو أد إصلاحيد با حكم كوكو بسميا صوم كاقا نصاصات كودا ما استيراني سا وحق اللانا لقوكم الله والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خير. سؤالنا شيخ وحوليه هي ان رمضان تي وحلا خيرا جينك كيسا واوين كير ير مركا ددك ما غلي كره و خي نو شيغي رسول كينو عليه الصلاه والسلام هبين كو هو رئيس رمضان اي بلاتو و خوري سفيه الشياطين في روايه سلسله الشياطين وحلا خير خيرا غرر لو خيرا وحلا سلسله يا شياطين الشياطين تودن ما مرادة الجان شيادين تكوى ذا مدح هذاك هلستا كوى صالح الحرابون رسولك عليه الصلاة والسلام كشيادين تكوى كلاين على الحرنين هي حديث كاسو التلمامية دات كوردن اللقا محر حر شيادين شيادين تاسي وحاقوروا اي كحرينيهين دات كمسلمين تا اي مؤمنين تا اي صالحين تا اي رمضان صوما قف كان صومانين أما إلهي عاصيايا كما حد نصاص وقفرين سيدنا أهل العلم وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما أوران كرنادي الربضان مركي بلاته قال هذا شيادين تيوالك حري وشيادين تيوحويا اللومين مايان وقال لماذا أسيق الحين مايان وكذلك ددك عن بيش الربضان عن صومهين مركا وادعي كرتا بيش الربضان شيادين تان حدنيني إنا دباتيان ذاتك قاركود وايد الرأيان وهوليه دي اي قبان شيرين واختي ذاك كلابا اي قبطان والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خير سواشنا الشيخ وحوليه واحد كورانتا أني وصومان هديان ميردو ميرشاة الصوم كي وحمي يالس قفك الصوماني وميران كراح لو مديدين قفك الصومان ميرشاة هوبا ميران ايبا إنو اسقبوتيو هوبا ميران ايبا إن ميرشادا سيهرات كاي كبيسا أما اي كخفيفيسا نبي قينونا عليه الصلاة والسلام ساقو صومان وميران كري مالين كليل كو الدرية وصومانان بيو مدح رسولك عليه الصلاة والسلام اسكا قشوي سو يسو قبو تييو وهرات كو حويان وقا خفيف وكا ميلادو قبو أما الرشي ييبا أما ايسي قبو بيو كشي ديهاي قفك صومان وفريسان كرا واسيحان كرا biya qabow ku meedan kara maalinta gelinkeeda hore duhurkii gelinka dambe looma diidin qofka sooman qofka sooman waxyaabo gaar ah ayuun baa loo diidi waxyaabihi kale waxa asal waa inay sidii mubaax ugu yihiin lama oran qofka sooman marka aad sooman tahay naftaada ciqaab waa dhuuf haliqin oo hays qabowchinin oo ha meedanin oo qoraxda istaag ilaahay subhanahu wa ta'ala moor ilaahay qaliibu ka yahay in feena wax weeyaan aynu cadibno وعبادتها قاركا إيوحا لينو ديدين لينو عديي وحي لينو قلامرك هرسيدي با لينو قلياي انتا الدلد واي تلمانتي إلا ينقام ممنوعي موياني والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خير سعاشنا الشيخ واحا ولي واحد كورانتا قفو يسوى صومان هدى كتما دو مذيدو سوام كي يسيميو كتشوية مذيدو وبياها بني آدم كي مادة مركة دارين وقلوه دارين كاوحا كعيي وحدون يبا هنغضيه مركا ماها إيادو منيدوها بياها بنادم كالقابورة ميرشادة واجبية مديد وحي واجبية ساقورة استنجو إيو ويسو وحيبا ويسادة شبية يكامتها ومركي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
arrinka uga caawday rasuulka calayhi salaatu wasalaam isla markaana isagoo nebiga ka xushoonaya maadaama dee nebigu soddogii oo ahaa xidid ay ahaayeen uu u faray saxaabigii miqdaad ibn al-aswad la odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi liyatawadaa waliyaqsil madaakirahu ha istinjoodo oo hana weysaysto soomka marka aynu u nimaadno waxyaabaha soomka jebiya ka mid maaha biyaha taranka qofku haddii uu si ula kaca isaga keeno soomku uu ka jabayaa waa qof shahwadiisii gutay oo aan ka soomin laakiin madidu iyadu la xukumaaha oo soomka jebin mayso waxaa la isweydiin karaa ajarkii soomka qofka ma ka nuqsaamanaysaa haddii qofku u bareeray isagu dareenkiisa inuu kiciyo oo uu dhegaystay wax kicinaaya ama uu taabtay amabase waxa weeyaan uu eegay oo uu daawaday shay kuma jiro in ajarkii soomku uu nuqsaamayo waayo qofkaasi shahwadiisii kama wada soomin soomkana qofka sooman ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ku ammaanay inuu cuntadii iyo cabistii iyo shahwadiiba ilaahay daraaddii uga tegay yadacu tacaamahu washaraabahu washahwatahu min ajlii raashinkiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisii ayuu daraaddii uga tegay buuhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofkan yaanu wada gudanin shahwadiisii laakiin kamuu wada tegin markaa soomkiisii nuqsaan bay ku ridaysaa xagga ajarka haddii arrintaasi si khaldan waxa weeyaan shareecadu aanay u ogolayn uu u sameeyo dareenkiisa u kiciyey wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa weeye waxaad ka warantaa saambuusaha hilibka geela laga sameeyey wuu jabinayaa waxa weeyaan weysada qofka aan kale ogeyn inuu yahay hilib geel iyo in kale kaasi waxa weeyaan weysadiisi ma ka jabay hilibka geel wuxuu ka mid yahay waxyaabaha weysada jabiya arrinkaana waxaa caddeeyo si cad oo aan muran iyo madmadow toona lahayn u sheegay nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam wa fii saxiixi imaam muslim min xadiidi jaabir ibni samura anna rajula qaala linnabiy calayhi salaatu wasalaam atawadau min luxumi alganam waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi nin wuxuu ku yidhi hilibka adhiga miyaan ka weysaystaa fa qaala tawadda min luxuumi alganami in shi'ta wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hilibka adhiga haddaad doonayso ka weysayso markaad cunto yacnii haddaad doonaysana waxbaa ka weysaysane weysadaadii waad qabtaay iska tuko su-aal labaad buu nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey wuxuu yidhi atawadau min luxuumi alibil hilibka geela miyaan ka weysaystaa fa qaala calayhi salaatu wasalaam tawadda min luxuumi alibil ka weysayso waa amar ka weysayso hilibka geela markaad cunto waxaa kaloo la mid a xadiidu albaraa ibni caazim aladii rawaahu abu daawuud anna nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal tawadda'uu min luxuumi alibil rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ka weysaysta hilibka geela waa warcad weysana haddii lagu sheego qur'aanka ama xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa looga jeedaa weysada sharcigaa baa looga jeedaa ee weysadan salaadda loo weysaystaa loogama jeedo waxaa luqada carbeed weyse loo yaqaan mararka qaarkood sida qofku inuu farxasho kale labada xadiid laa mucaarida lahumaa xadiid kale oo saxiixa oo ka hor yimi oo sheegaya hilibka geela inaan laga weysaysan ama inta la cuno in layska tukan karo iyadoon la weysaysan ma jiro lamana odhan karo waa mansuuqo waxaa naskhiyey xadiidka jaabir kaana aakhiru lamrayn min rasuuli illaahi tarku lwuduu mima masat inaar xadiidkaasi wuxuu odhanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dambaysay waxaa la kariyey ka weysaysigii uu ka weysaysan jiray inuu iska daayey waayo xadiidkaasi waa caam oo xadiid guud oo wixii la kariyo o dhan bay ka warramayaan hilib geel ha noqdo hilib adhi ha noqdo wax kale ha noqdo labadan xadiida aynu sheegnayna waa khaas oo waxay si gaara uga warrameen oo xukum gooniya ay siiyeen hilibkii geela waalkhaasu yaqdi cala alcaam daliilka mas'alada u gaarka ahi isagaa meesha ka saaraya daliilka si guud mas'alada uga hadlaaya oo kaa khaaska ayaa lagu camal falaya lamana odhan karo xadiidkaasi xadiidka waa naskhiyey waayo naskhiga shuruuddiisa waxaa ka mid a an laa yumkina aljamcu bayna daliileyn labada daliil in layswaafajiya inaanay suurtoobin labadan daliilla in layswaafajiya hadda waa suurtowda oo maxaa laysku waafajinayaa
سيدا إنو شاقني لرى حديث كاس وعامو هلب كجيلة سيقارة وغا مهدل حديث كانينا سيقارة وهلب كجيلة وغا هدل وحاكالي والنبي عليه الصلاة والسلام وكالقاضي هلب كجيلة يهلب كأريقة لبدو دبوال الكري هلب كأريقة وحدها داد دوني سكوي سيسو هلب كجيلنا نبي عليه الصلاة والسلام كوي سيسبولي وحا نبي ويري كوي سيسماها إنو يهي وحل كريي ويا هدي تاي تاي هلب كاريغنا كوي سيستور الله إلا هلب كاريغنا والكريي لكن ولكونه لحم إبلين وإنو يهي هلب جيل أو جيد ولهذا بوحد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث قلت به أو ذهبت إليه حديث كاكوصة أروري هلب كجيل إلا قوي سيستنا أيه هدو النبي عليه الصلاة والسلام كالصغنا هذا حديث كاسمانو كتاق يا مذهبية حديث كنا صداد مقاشي وانصحي ولهذا باء الإمام البيهق رحمه الله تعالى وكم يدعو لماذا حديث كإشافعي يدع أقوان تدير حديث كأوله وحويري هلب كجيل إلا قوي سيستا ومذهب كشافعي ولو شافعي يدع الدم بها بخلافان به وايو لأن الشافعية قال إذا صح الحديث في لحم الإبل قلت به وقد صح الحديث شافعي وحوير حديث كهلب كجيل إلا قوي سيسر يشيقيا هدو النبي كالصبناضو حديث كسرانق قادريا وشافعي وحوها حديث راعي دليلك هدو وعدادو دليلك راعي وقد صح الحديث بوري الإمام البيهقي رحمه الله حديث كنا وانصحي وكالصبناضي نبي عليه الصلاة والسلام إذن ومذهب كشافعي ولهذا وعلماء بدن وعلماء الشافعية كمدي مذهب كاسياء دورتين وعلماء كمدي البيهق وحا كمدي الإمام النووي رحمه الله صاحب المنهاج والمجموع ووحور في المجموع وهو المختار الأقوى دليلا إن هلب كجيل ويسد وشبيا وصدا دورنا إن كتقي نبول وانا سيد حق بدن دليلها وحا أصحاب تيدو شافعية متأخرين تابو تشداد به أي حديث كاك جوابين وضعيف بولي قارير ومنسوخ يا قارير ويسدبا وحلوقة تشداد فرح لشو ووح ضعيف وي حديث كان لقهر جين كريم وكذلك الخطابي رحمه الله ساس كتقي وابن المنذر وابن خزيمة وكلهم من علماء الشافعية المحققين المحدثين الفقهاء ساس لما أنتوا تبوا حوينا كتجين هلب كجيل أنا حقيقة دي سال إيجية وحوح آدي آد لو غريب صدر الله جي يا بقى إيوة ده ده قاركودا يرهدان هدي ما جوع يسبدله حكم كنوا يسبدليه هذا يخالف النصوص والقواعد الشرعية تصوحي خلاف سنتي أدي لده هي قواعد الشريعة اللي جوي قال شريعة وحكم ككمحيدا ما جع حكم كواحد كحيدا شيء حقيقة دي وحال هذا خمر جاء مجا الخمر لها مركي وحي جوسود جاي حكم كحارن تمنتي ساي موح كحري مجا عيسى سحق قديس لمجا عيسى كم حدنا وما انطبع عدة مجا خمر أتقان ويري المجا عكلا لرب حصامة هذا إنه راهنا مجا أياس بدل حكم كنويس بدلية ده خمر جدات كم مجا عكلا ورب حي وحي نقارن ساينو حلال ونقضي لمجا عيسى بدلية حقيقة نص دامها وحليقي إن حقيقة دي صوحة الوحل قصر خامة مياه هدو قفكو إن بدن كعب ما قصر خامة يها إذن انتي سيارية انتي سبضاني با وحاران مقعي سوح بدون يبها النقضي سيدا سوكالة هلب كجيلة حقيقة دي هلب كجيلة هلب جيل نمو ميشا مطالة دادكو مقعي دوني رهو بحيان دادكو مروحي ورانيان شابدان مروحي ورانيان مقومات مر انت اي رودي سو يبسدان او هلب كي جيل او كوسكوسار او كدخ غران باي ورنيا ساندويتش بان خنا مر انت يريريين بورنيا سوقار مر سو كي ربور بوران باي ورنيا روس سوماه مر وحان سامبوسه لو تلمامه كدخ غريا مر دوقد با لو بخينيا لكن حقيقه دو امحي ما جا كلي لا دونيا با لو بخييه هلب كا هدي لا يراهدو وار دوقد ان امحي كسميسنتاه ما له ري هلب جيل مقومات ده محل لقى شري جيل سكر كان يوام حي جيل بالونة مرول مرول بحقيقة ده هلب جيل لي بونا قنصة مركان ما جع على بدلي حبت تري ماي مركان على كل حال هضاد هبطه سامبوسا موحيابا كلا عد عنا يسهل هلب جيلين وكتيره
حواجب كوغوه هدي مركي وراء دويسة قبتي إن أدويسيستو هدانا دادوغو أوغين وآد عنتي إن أدويسيستو واجب كوغو ماه وحاكوشي را هدانا دوغين إن أدباردود رادسانا مدوش هذا صاران ماه ويقفكو يحو مكلف كويهي والله ديري ويحو أوغيهي وشروط التكليف كوحا كم إذا العلم بشي قفكو شيئا إنو قرانايا والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير. سؤالنا الشيخ وحولي دعاء النبي كصار صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحن أرانا يا صلاة كذب مركان سلام نقصده من ساعة تحياتك الحديث دعاء سوى الدعاء قالك النبي عليه الصلاة والسلام وبرأي صحابي قيمها بدناء عالم كها إلا ورن شري معاذ بن جبل حانو كبلا بالنبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنه يحبك في الله معاذ وإلهي الدراد ديبان كوتش علاه فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه الترمذي هكتاقين صلاة كستد بديد إنا تراهضو اللهم أعني على ذكرك إلى واحد يقولك على الميساء ذكرك وشكرك ما هدنقى وحسن عبادتك يصفي عن إنا نكون عبادست وقال بقيقي حبناه يقول عبادستان معاذ رضي الله عنه isagu waa oran jiray kama tagi jirin dadka kalena waa sii bari jiray aan goor ma la oranaya ducada ay su'aasha ay ku saabsantay ducada waxa la oranaya sida saxda marka salaada laga baxo afwan intaan salaada laga bixin ayaa la oranaya intaan laga bixin salaada ayaa ducada la oranaya salaama naqsiya kor waayo nabiga kaleey salaatu wasalaamu xuri dubura kulli sala wa duburu shay minhu شيء قد دبرتي سو أمد دبدي سو داي ساي كميته قف والبد دبدي سكوت الله ساي كميته مركا دبر الصلاة ومن الصلاة وآخر الصلاة وصلاة دا أنت قدام بيسا وهذه دي صلاة دي لقى بحو أن صلاة دي ولا قد ما ضي وأنت هذه قدام بيسا حتى اللقمة تشرو سيدا سأياني هذين علماء محققين تاس شيخ الإسلام ابن تيمية وكلا رحمة الله عليه دعاء وحلا آخر يا انت عن صلاة الله قبل بحين والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خير سؤالنا الشيخ وحولي هي دتك قاركود وحي الى هدان افرك وحل بلاوه يا ايدان كمر كو دمادو اي مادو كو ايدان كفارو قانو احد امي مركه او هرسه الله اكبر يراهدوا مركه تلو كو يبا صحسن لبد افرك وحل بلاوه يا مركه مالينتو دماتي هبين كو سو غلو سيده الهي قران كو كشاغي اما هل ايدان ما يا لا ايدان مركه مالينتو دماتو اي هبين سو غلو أيها كي صومنا وافريا إلى حد ثم أتم الصيام إلى الليل صوم كذا ما يستير إلا هبين كأدك جارسة مرة دي هبين بعد جاردو خلاص وقت جاد فوري سب الجار نبي قلنا عليه الصلاة والسلام حد سب خاري وري إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هدي هبين كهلك أو كصوفولي إن شمال أنت هلك أي كده بتشيدسه قرحدنا أي دعوة قفكي صومنا وأفوري معنا وقتي وأفوري بالجار هدانو حتى وحباء عنن وحنان وعبن صومك مالنتا وصومنا ودمار مركهبينكم مركو صوت قالوا إنه صوت قالوا إنه حلو قرن يا قرحدو مركا أي دعوة مركا سأي أفور كلا بلابية مؤذن كنا قار مؤذامية متى يؤذن المؤذن هدو يا مد وقتك إلى عليا وقل راحضه وليه عند عمو إيضامي مستمر يقول راحضه بعضه مركا يقول راحضه دعضه أيو إيضامي مركا قل راحضه هدية دعضه وآركته إني دعضي ومؤدن كآذان كأولها بصامه آذان كيسا سوقي ميسي واتسكافر كرته هدي مؤدن كو إيضامي مركا يقول راحضه دعضنا آذان كامركو بلابي الله ضعوه الرئيس وكل واقه إلا يوحو آذان كيسو على مدو يهيني قل راحضه دعضي أيها تسكافر إيسا إلا أذان كورمينينا فريتان كلسو جميس سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحوها إلا ددتيو أفريتانك وقرحدو مركا أيضا عذاب الله أفرد دي بالوصي دقن ولا تزال أمتي بخير ما لم تنتطر بفطرها النجوم النبي عليه الصلاة والسلام حلو مدى يدو خير كسو لميسو انت أنا أفريتانك لسو جين حدقه نبي قال عليه الصلاة والسلام مر الله عليه مركا قرحت ودعدب وافوري كري ساسان ودتك وامري كري مركا افورك وان لددتي لكن ما معنيدو قرحت سو جيدين لا افوريو قرحت مركا يدعدب وان لا افورا وافوركان لغا ديب دغين دعيتانك قرحت والله اعلم بارك الله فيك وجزاك الله خير
سؤالنا الشيخ كل يوم سوّرنا نقطه وحوليه هي محي دين تكون قبتها فوري ذا عرق لو فوريو أما تلسك فوري يبا يسوون قرو قفك حوالوان لسعين إن وح الله يقانو فوري ذو وحفي عن معها إلهي سبحانه وتعالى قال هذا أيو كشاقي ولما وحو كشاقي إلهي على سبيل الذنب سوّر مركا كرنا لعين وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديع صلاة أي كعبدة لا إيمان يين أكتر ذا وحكة لما هن محيها هاي فوري إيو يسعى قراع إياه كوا كود لعي مركا هديد ده لقول عبادة صدق قاركود هاي السمايان صدق قاركود بابا فوري ده إيه الرجع إيه نواقع عبادة كضياء كوا قال هذا يا كفار تشبه بين قنا يا نو تاسيده ومد حرانه وبنانين على قف كهداني حاتي كني إنه فوري حوله كله فوريد لوگو فوریه یا وحنا ران کردن وحی لحوم کمتعون هست حوله دی هست حوله وحیان لو هست ایی، لکن تا آن وح باهی محاکی آن کنیم، این لسک دعای ایا فی عرم دام عیت آرن تاسی آرن ایله کود لعیه کو جال ده، لکن یه گو عباده کدیگانیه، قف کان عباده کدیگان هاین، آرن تاسی عبث ی عیارون ای کت های و وحام فی عناین، قف ک حاکی ای کنتنا حرام بسمیم و ران کردن والله علیم. صعب. صعب كرة والله ميت. بارك الله فيك. سؤال شن كلاش غواح ولاي أن هدي واحد وين قف عن كل راهذا وان كعافية وهذا قدرتها يا نعافية. حكم كذا نغني يعني اللي الله معافين هذا قدر هذا ونعافية. أن وحنا قف كل الله هذلي وكل يقف ك يعني هذا قدر هذا بنكون سامح يعني الصواب تاب بنكون سامح. الله على واحد يبات هذا لك كم موقته يعني هذا الصواب النقدين السامح. وأدوك هدانا دي قال أحد لي لهين قفكا وأنا دي إرجعوا نقول لهين دانا دي قم السلحي لهين معنا ما نسامحين وما نعفيين يا هذا الكمعني سوداعية يعني. لكن هذا الصاب والنقضي إن نسامح قفكا ونعفيه مركا واحد يباتيكم ما تير والله أعلم بارك الله فيك وتساك الله خير سؤالنا الشغوة حوالي هي تراويح ذا مساجد أيام كتها عيود ذا مساجد كلا يعني كسوت كذا مركا تحسمي بنانت أنت نوع عاصة تخطي المساجد مساجد ده اللي قط الله بصدق قفكو مساجد كود دواء وقط الله بصدق ومساجد كلا والتجوار اللي قف في عيه نبي يقول عليه الصلاة والسلام والنهي يارنكا نهى النبي عن تخطي المساجد والحديث في صحيح الجامع معني سنة واحد ويا رسول كوح الديني قفكو مساجد كود دواء إنه قط تجوار مساجد كلا والتجوار والصلاة ضمط أرنت أصلا حتى فقاد الشافعية وكتب توا كل جام كتب تفقه يا أحكام توا كتب الله وحلقة صور يا باون هديه إياه إذا كان إمام المسجد القريب مبتدعا سمن هاد كي يكتب تكلامك قرآن مساجد ككود أو كتكين يا هدو بدعوا لي هاي واسكت تذكر تا إسلام إسكوميد معها صلاة وقف سنة يوم محمد كود ضيريات كود دبتو كتو هي صلاة دميت بدعوا لا والدين كان يجاني وحان ولاي سود تشيرات كنت بتكتب الكسابة واللوجات هي كرام مساجد كدواء وحكى له اللوجات هي كرا مساجد كدواء هدي كم عيس ويري هايو مساجد كافوج وكم عبدين يا هاد كم عادون عيس لكن تلفت هذا واحد شرد علماء وقعد يجان إن مساجد كدواء كم عادي سواني عدل مهين وهدي هذا جوا هذا افتدى ولي كم عو هلايو لكن مساجد كدو يهدو كما يعب لا يو كما عاد ير مساجد كدو ادلتو كتو ايا كفض لي بدن كما عاد فرها بدن مساجد كفوق كتو كريسه ادلتو كتو ساسو كلمه مساجد كو خلو دافي كرا مساجد كدو حديد لا شيغا يو علمي يا خير مساجد كرو حويان دو اناد كهلهي مساجد كفوق حديد لا شيغا يو علمي يا خير مساجد كدو اناد كهلهي لكن واحد ما أنت ضد فربنا السميان وآه إمام كمساجد كتكين أي أي عد معان كمساجد كنور لو تكين أي أنا ولا قعد في عيها واحد مساجد ضد الوقت طلاب سن كرامه حان الله هاي قف كمسلم كآه القرآن كمعني سجرنا عيا القرآن كنا معني سوفير صناعيا شيء كم تشروا القرآن كقف كآخرين كودون يبه النقدين القرآن كونوا رادين وإيمان وكرنا عيا القرآن كحوان وكخشوع عيا لكن دتكم أنت واحد دونيان عدك معان إن اللي فوضى قرحيان القرآن إيدجستان ومعنيسا يوفير صدار
وأي كخر شعاد وأي كتد بوران دتك بدن كود دوني مايا دتك إمام كعتك في عرادين يه قلوا جينا يا مجاريك الراعي مساجدك ودواء بل مساجد دي ودواء ودافايا هذه اللي رادك كوران إمامكو أيديه وآخرية محاد كزيادة ستي إنه حوجي ماذا حير الروح الروح وكل راح يستي مويانه وحب بدنه كزيادة سن إنه الشجع يلا جيابا كمساجد ده حويانين حقه ده هلا سيو أوقف كمساجد كودو أي حق له أسبابها إنه الشجعنا أيوم بمساجد كودو وقفكو ودافكرا ومساجد كلو حويان كفوق وتجي كرا والله أعلم.